بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا فيك ست هدى. كيفك اليوم؟ رمضان كريم. ميرسي ورمضان كريم من لكم. أنا والست هدى اليوم بهالشهر الفضيل بدنا نساوي شوربة القلنبيط، رح يعني نشوف كيف نسويها وطيبة، مش بس بدنا نضل شوربة عدس، شوربة خضرة، شوربة عدس، في أنواع كثيرة وطيبة ومغذية، يعني بالطريقة اللي عم نسويها مغذية وكمان بتقيته للشخص يلي صايم كل النهار. هون عندنا للشوربه عندنا صدج دجاج مع عظام الفخذ عم يغلوا على النار، شلنا زفرتهم، هاي الزفره مشان تشوفوها ضروري تنشال الزفره، شلناها للزفره وخليناها تغلي على النار. عاده قبل ما نكمل شو عندنا من اشياء رح نضيف لها مواد عطريه المتوفرة عنا، ويحضيف لإلها كعب القلنبيطة، كعبة كمان بتعطيني غذاء وبتحل خواصة وبستعملها. أما الصنف الثاني، الصنف الثاني اليوم اخترت لكم جوانح الدجاج مع حشوة، مع حشوة الرز. وحشوة الرز اليوم يحفرجيكم يلي عنده لحم مجلد بالفريزر كيف منشيلها من الفريزر ومنستعملها دغري مع الأكل. عم نعلمكم إشياء لأنه ناس كتير بتكون عندها بالفريزر لحمة وبدها تستعملها ومحتارة، بتحلها بتحطها بكعب البراد، بتحطها على المي، بتحطها بالميكروويف. أنا أحلى طريقة يعلمكم وهي اللحم مجلد. كمان عنا الصنف الحلو يلي هو لهالشهر الفضيل، كلاج رمضان. بكلاج رمضان بدنا عجينة الأرز يلي هي 12 ورقة بنهاية، بيعملوا معنا 6 حبات. وأكيد للكلاج في شو؟ القشطة، القشطة اللي بنسويها فيها. هلا هول بدنا ننقعهم شوي. يلا، بنغسل الأرز وبننقعه. بهالوقت بنبلش قبل الكل بجوانح الدجاج لينتقلوا بالوقت زيته. نغمرهم بالماء ونشوف كيف منسويهم. بنحط على النار شوي صغيرة زيت أو سمنة بنية. طنجرة كبيرة بنحط فيها ماء نخلي الزيت يحمى ومنجيب ملقط ونبلش نقلي الجوانح ومناخد اتصال. ألو ألو، شيف أنطوان معكم تلفزيون لبنان. مش طالع عباله، رح ناكل كلاج واحدة أنا وست هدى، مش عم تعملون معنا. خليه يحمى من المعروف. هلا رح بلش وسع أغراض أنا من هون لفيي اشتغل. هو حليب بودرة، هو لوز، هو كاجو. هاي مواد عطرية لوين؟ لهون بس. بنشيل شوي زفرة، يمكن يطلعوا شوي زفرة، نرجع بنحطه. هو رح بلش بالقشطة، خليهم هون. وهي اللحمة منجيبها هلا منقول لهم مجلدة هاي وهاي. وهذا قطر جاهز، صرنا نعرف القطر، قطر ثواني. نحط على النار للقشطة تبولي شوي، نشاء الذرة
ملعقتين سميد أو طحين فرخة ملعقتين نص لتر حليب نجيب شريط ومنحركهم بعد ما شوفوا ما في نار حركهم على البارد دور النار وكل شوي تحركهم هالبرنامج هو برعاية يا ماما من هالباستا الحلوة يلي منسويها صلصة الباستا بتنجي غري للأشخاص اللي بيجوا وعم يكونوا عم يشتغلوا بيجوا فورا ما عليهم غير لما يسلقوا الباستا 7 دقايق بعدين بينصفوها بشوية زيت زيتون مع حبق أو نتفة زبدة وبيسخنوا الباستا بحطوا عليها جبنة على الوجه بتطلع أكلة عنا خلي العنب خلي التفاح دبس الرمان خلي البلسمي يلي كتير كمان مهم وعنا مظاهر وموارد وعنا الحامض هلا رح نبلش بالبصل لتنين أول بصل للحشوة وثاني بصل للشوربة بالحشوة يعني هون؟ ايه ملي ما بحطي يا هون بنحط لها سمنة بحط لها سمنة أو زبدة هي صغيرة رح نوّس النار نبدل هون منبدل بس هيك بلاش تبديل يعني بدون دفع مصاري لأنه هونيك أقوى يلا بديك الأقوى أنت وين الملعقة بنقلبهم نرجع نحطهم بالماء على النار مع مواد عطريه يعني نستعمل الماء للارز بيطلع الرز كله طيب ساعتها بالحشوه كمان هاي الحشوه بعدها بده بصل هلا بدنا نعمل بصل منشان الشوربة ومناخد اتصال ألو يعطيك العافية الله يعافيك يا أهلا وسهلا معك مدام مجدليني مدام سوري بدي اسألك طحيني قلت لنا من السمسم نعم بس عملتها ما زبطت ما زبطت كيف عملتيها خبريني كبيتين سمسم بدي عزبك تعلي صوتك شوي كبيتين سمسم نص ألو. كيلو سمسم كبيتين سمسم نعم وكباية زيت ايه بيزبطوا حمصتي كباية سمسم منهم نعم وحطيتيهم ضربتيهم منيح بآلة كهربائية ناعمة ايه نعم ولاي ما زبطوا
ما بعرف يعني طلعوا رخوين وصمر. طلعوا ما بدو يحصلوا شي معه. زيت ضفتي شوي شوي هو على المكنة؟ ايه عيني ايه. لا لازم يطلعوا مليح معي ان شاء الله خير. بسيطة بليز بدي اسألك، الطحين بيسوين حط بالفريزر؟ حطيها بالفريزر؟ ايه بالبراد تحطيها. ايه طيب الطحين العادي كمان بيسوى فيك تحطيه بالبراد. بس بالبراد؟ براد نعم، من مالي التحت. اوكي يكرم عيوني على اكلاتك الطيبين. تسلمي كلك ذوق كلك ذوق. شكرا معزتي. يعطيك الف عافيه. تسلمي تسلمي كلك ذوق عيوني. يلا هي القسم الاخير. هاي القشطه خلصت. هون بدها تكون سميكي القشطه للتلاج. شايفين اوقات بننزل القشطه رخوه، هون بدي اياها سميكي بسمك. كتر طحين الفرخة أو السميد والنشا الذرة. وبخليهم يبردوا. هلا هون تبولي شوي. هيدي الحشوة. بالحشوة شو قلنا؟ قلنا فينا نضيف لحم مفروم عادي وفينا نضيف لحم مجلد. لنفترض عندكم لحم مجلد مثل هاي على مسؤوليتي، بتشلوها مجلدة، ممنوع نحلها تحت ولا تحت المي ولا الميكروويف ولا شيء، ومنضيفها مجلدة. وهيدي لحمة إذا ما عندنا مكنة مفرومة وعندكم شقف لحم مثل البفتيك وما شابه ذلك، فينا نفرمها ونقطع ومنحل. يلا خلصوا هون. ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف انسان. بونجوراني، اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. تسلمي كلك ذوق. عمون مرف، في كم سؤال بدي أسألك هني هيك؟ إذا في كم سؤال يلا نطفي هون لنسمع، لأنه هون عنا القلي قوي صوته. أوكي يلا. أول شيء بدي أسألك عن الرز الهندي، لازم بده لازم يتغسل وينقع مثل الأمريكاني؟ لا قبل عشر دقايق بس، قبل عشر دقايق بيتغسل وبنشغل فيه. بدون نقع يعني؟ بدون نقع نعم. وقديه بده مي؟ كل كبايتين، كل كباية كبايتين ونص. ووقت على النار قد ايه؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة. طيب الكيك مثلا الطحين، كل انواع الكيك لازم ينخل الطحين؟ كل انواع الكيك لازم ينخل الطحين افضل. نعم. لحتى الكعك لازم ينخل افضل. طيب كيف لازم اعرف مثلا في انواع من الكيك مثلا بتحط ثلاث كبايات طحين، في منهم اقل، كيف بدي اعرف حجم الصينيه انا انه ما تطلع معجنه مثلا او يطلع كثير رقيق الكيك؟ كيف لازم اعرف حجم الصينيه؟ على الخبره والتجارب. اوه ايش هلاني اجمالا بشكل عام، اذا عم تساوي القالب بالفرن عم تحطي 5 بيضات. نعم. عم تحطي لهم للكيك البيتي 200 جرام طحين، بتحطي لهم فنجان قهوه زيت، 3/4 الملعقه صغيره بيكون باودر او ملعقه صغيره. نعم. سكر 3/4 الكبايه، بتحطيهم بصينيه قطرة 26 سنتي 27 سنتي. نعم. بس بعد سؤال، السمك المجلد نعم نشتري من السوبر ماركت، هذا كيف لازم يحل التلج عنه؟ بينحط دغري بالفرن او لا بتجيبي اما حليب سائل من هالنوع. نعم. بدك كبايتين للكيلو، كبايتين حليب سائل، بتحطي معهم برجوز الطيب وملح وبهار ابيض، بتحطي السمك المجلد فيهم، بتحطيهم بالبراد من عشيه لعبكره بيحلوا. وإذا ما بدي أحطهم بالحليب؟
إذا ما بدك تحطيهم بالحليب بتحطيهم بكعب البراد بحلو. ميرسي كلك ذوق. تكرم عيونك تكرم عيونك. هاي الكرات نفرمون كمان للصايم كتير مهم الكرات. كمان منضيفهم على البصل بس ليتقلى شوي البصل. هون ما تعملوا مصارعة انتو اللحمة، هي بتصير تحل. تعملوا هيك عفرت مايل تقلبوها على المايل التاني تتركوها مع الحشو بتشوفوا كيف بتصير تحل لوحدها. هلأ هون بنحط اعملي معروف المواد العطرية لجوانح الحجاج. نجيب القرنبيط المغسل بهالشكل، هون بنقطعه تقطيعتين. ضيف الكرات هذا المعروف على البصل. هاي كمان ما منكبها، شوف شو بعملها. بقطعها. بفرمها ناعم. كمان بضيفها مع الشوربة. نجيب الأرز شايفين هاي الحشوة يلي فرجيتكم إنه استعملنا لحم مجلد مباشرة من الفريزر على النار على البصل مباشرة. وقلنا في حال لم يتوفر عندكم لحمة مفرومة لحمة قطع شرحات بتقطعوها شرحات وكمان تفرموها على ايدكم تستعمل معنا. يا حطي جرام المعروف. منضيف عليهم
نحط البهار قبل؟ حط البهار يلا. بهار أسمر حلو، قرفي ناعمة وملح. نطفي النار هون. القرفة والبهار الأسود مع قلية البصلة هن يلي بيعطونا الحشوة المضبوطة للجوانح. منجيب كبشة ومنضيف رجعيون من المعروف. نرجع نرجعون محل ما كانوا. نطفي النار. نجيب غطا ومنغطي. هلا هاي خلصت. وهون كمان. وهون. يا. هلا رح نفرم الثوم للشوربة. ناخذ اتصال. الو. الو. الو بونجور. بونجور شيف انطوان، كيفك؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ الحمد لله، يعطيك العافيه. ومن لك شكرا على هالاكلات الطيبين. تسلمي، كلك ذوق. ايه شيف انطوان، كان بدي اسالك عن عجينه الارز يلي حكيت عنها باول الحلقه. نعم. هيدي كيف، وين فينا نلاقيها؟ بالسوبر ماركت. نعم. بالسوبر ماركت. نعم. او بمحلات ببيعوا حلو عربي. اوكي. ومشان القشطه لو سمحت، كانت اوقات بتعطينا رستات بتحط فيها لب التوست. نعم. هلا بيروح فيها هي كمان لب التوست، منه غلط، بس نعم. ساعتها ما بتحطي سميد او طحين فرخه. يعني اذا حطينا لب توست ما بنعود بنحط لا سميد ولا طحين فرخه. ايه بس بدك تحط نشا الذره. نشا الذره. انتبهي شوي، يا سميد او طحين فرخه. ايه نعم. مش اثنين سوا حطيت انا. ايه نعم، شفتك بالاول. إيه نعم. بس حطيت نشاء الذره معهم. إيه حطيت نشاء الذره معه ملعقتين. نعم. إيه لو حطينا خبز بنحط نعم. نشاء الذره معهم. ايه دكر، اوكي، كثير منيح. هي الهدف يعني. اوكي، ممنونه لطفك شيف انطوان. بخاطر عيونك، بخاطر عيونك. باي باي. باي. هلا هون للشوربه بنحط طحين 3 ملاعق كبار. هلا عم نحطها صغار انا عندي. يلا حركيهم شوي اللي معروف. بنحركها نص دقيقة للبصلة، الثوم، الكرات مع زبدة. ليش بنحرك نص دقيقة؟ ليستوي الطحين. كيف المنقوشة بنفوتها على الفرن تستوي، هون نفس الشيء، بس بدي اللون يضلوا أبيض. ضيف لهم ملعقتين ربع حليب البودرة. برجع منجيب المصفاية ومنضيف المرقة، مرقة الدجاج اللي حطيناها، مرقة الأعضاء عليهم. ماشو مع كعب القرنبيطة للخواص كله يطلع معنا. لك وينو ما
بنحركهم على النار ملح بهار ابيض وبنتركهم ليغلوا. كون بهالوقت انا قطعت القرنبيط هيك بقطعه منه تخين بس يغلي 5 دقايق 7 دقايق بيكون صار خالص. وشوربة كتير مميزة لهالشهر الفضيل وكتير مهمة ومغذية. نعم معنا اتصال. ناخد اتصال. ألو ألو بونسوار. بونسوارين. كيفك سيف أنطوان؟ يعطيك العافية. تسلمي تسلمي. سيف أنطوان بدي أسألك هيك سؤال، مثلا ستروغانوف لحمة في أعملها مع الحليب محل الكريم فريش؟ فيكي. طيب والريزوتو الدجاج فينا بفطر معلب؟ فينا. وبدون نمبيد؟ فينا فينا. طيب اللحم المبرد إذا طبخناه فينا نفرزه؟ بيتفرز بس لمدة شهر شهر ونص بس. إيه أنه مش طبخة على الآخر يعني استوى، عرفت؟ يعني اللحمة بتجيبها بقلية مثلا وبحطها. لا لا لازم لازم تنطبخ على الآخر. لازم تنطبخ على الآخر؟ نعم. طيب في شغلة الملوخية اليابسة كيف نفس الطعم بتعطيني مثل الخضرة؟ نعم بس اللون مغير. ايه بس بليز تقلي كيف عمول معروف بدي حضرها اول شيء يعني كيف اليابسة بنزلها بمي سخنة؟ هلا لا اذا كان انت ميبستيها لا اعطيني اياهم كيس مختوم. ايه اعطيك اياهم يعني منا مأكدين من نظافتهم. ايه من الرمل ومن التراب يعني من الغبار يمكن. ايه منهم يمكن منهم مغسلين. نعم عم تفهمي علي؟ ايه ساعتها بتحطي مي على النار سخنة. ايه وبتحطيهم بمسفاية مثل هالمسفاية او اكبر. نعم وبتنزليهم بالمي بتعمليلهم هيك على شو نص دقيقة. ايه بتشيليهم وبتسقطيهم فوق صلصة الملوخية. ايه ايه وساعتها بدهم 10 دقايق غلي 3 دقايق 4 دقايق بتطفي النار وبتتركيهم 7 دقايق لترتاح عشبة الملوخية وتطرى. في شغلة كمان هلا شفت مثلا عم تعمل مرقة الدجاج ليه بتخلي الطنجة مكشفة؟ ما بيأثر نحن هيك مدام انتبهي شوي. نعم لأنه هدفي يعلمكم مدام غامر الماي العظام ما بيأثر انه نحن بالبيت لازم نغطي معليه. هلا انت عم تغطي عم تخاف شوي من الخزين ما يصير عليهم غبرة زفرة وكمان بتتبخر المي. ما بتتبخر كتير شوي صغيرة بس يعني تحطيها يعني انه معليه اذا غطيناها بس تحطيها على نار خفيفة ايه ما بيأثر. اوكي ميرسي كتير سيفون. تكرمي اهلا وسهلا فيك. طب نوصي النار نوصي نستعملها بعدين. هلا رح نبلش فرجيكم كيف بنشتغل بالعجينه كيف بنطريها وبنحشيها. نجيب جات مدور بدي اعزبك شو جات نحط فيه العجينة. بحط شوية حليب شوفوا كيف
بجيب عجينة الكلاش وبرمها هيك. وكشف منقول نحن هلا هون عم نطريها. ما هيك؟ نعملها هيك لتصير تلف معنا. ايه عم تطرى. برجع بحط عليها حشوة بلفها برجع كمان بجيب وحده ثانيه. هون ما خلصت، بدها وحده ثانيه. بدها وحده ثانيه مشان ما تطلع بالقلي. هون بتنخزق ورقيقه هي. هلا نحن هون عم نطريها بالحليب. هلا اذا ما كان في حليب فينا نطري شوي بمي. مزبوط. نرجع منجيبها ونحطها هيك بالعكس لهيش في لها سماكه. هي السماكة اللي عملناها هون بالعكس، تصير السماكة من مالت فوق كمان هيك. هاي السماكة شفتوا هون، هاي السماكة عليها سميكة من المالتين. نعملها هيك. وفي ناس بياكلوا الكلاج بيلي ناي. هلا هيك خلصت، هذه هي الكلاج. اوكي لأنه يعني توقف. ايه نعم. لأن شايف القشطة هي معمولة والعجينة بتتاكل. ايه منشان هيك مطبوخة القشطة. يعني توقف عم حتى اعلانيه ونتابع حلقتنا انا وست هدى عبر شاشه التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا وانا هون عم طري عجينه الكلاج بالحليب البارد مش سخن وشوي صغيره ما بكتر كثير لانه اذا كترت تخزق لعجينه الارز. يعني قصدك هون شايف مش توفير. ايه مش توفير. يلا هلا بننطر شوي تا يسخن الزيت ليحمى الزيت ومنقلها. هلا نوعية الكلاش بالجودة من محل لمحل هي نوع الزيت اللي بيستعملوه او بالاحرى مش نوع الزيت، الزيت اللي مش مقلي فيه عدة مرات لنكون صريحين. يا نوسي يا كل شوي ها شوفوا شو بعمل. نتفة صغيرة حليب حط بغنجة بس تغنيش، لأنه يعني إذا بكتر تطرى بتخزق. لو هاي مخزوقة هي وناشفة كمان فيها نستعملها، نستعملها بالطبقة التحتانية. ايه هي زتها فكرة السوشي. ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أول شيء خلي مضايقتك على هالأكلات الطيبين. تسلمي هاي من معزتك. بدي أسألك كنت على شغلتين. تكرم العتلاتي. شكرا. أول شيء عملة بتنجان مكبوس. نعم. بس طلعوا حلوين وبعدهم قاسيين، شو فيني أعملهم حتى يتحسنوا يعني؟ بدي يتحسنوا بالملح أو يستووا؟ اثنيناتهم. هلا الملح انا زدت شويه ملح خشن بقلب الزيت. برافو عليك، هاي الطريقه زبطت. اها هلا ليستووا. نعم. انت اساسا سلقتيهم قليل. نعم. بدك تحطيهم شوي بخزانه تضربها شو ساعتين الصبح الشمس. اها بيمشي حالهم بيستووا، بس ساعتها انتبهي بدك تستهلكيهم خلال شهر شهر ونص. اوكي. شو إيه بتعملي؟ حطي مرتبين قدام مرتبين. نعم. بيمشي الحال. اوكي. هلا بالنسبه لل يعني مثلا الزيت تبعهم يلي بقدر ارجع استخدمه بشي تاني؟ ما اساسا بس بدك تحطي ليكي اذا انا بروح لعندك لاكل بدك تحطي لي باذنجان مع زيت الزيتون لنكلهم. نعم ما بيروح بيضل. الزيت بضل شوي بكعب المرتبين. نعم خلص تطبخي فيهم فاصوليا بالزيت على مسؤوليتي او مسقعه باذنجان بيطلعوا كثير طيبين. يعطيك الف عافيه. سؤال ثاني. ما منكب شيء هالايام. ايوه ايوه. سؤال ثاني شيف انطوان. نعم. بالنسبه للزيتون كمان كبست زيتون بس اللي من سنه الماضي مش السنه. نعم. بعدهم لحد هلا مرين. انا ما رصيتهم حطيتهم يعني هاي الطريقه نفس الشيء عملتها قبل بسنه وزبطوا. نعم. بس السنه هاي بعدهم مرين وكثير قاسيين. ما انا اعطيهم شوي
بلا. بس رصيتيهم منعتيهم وغسلتيهم شوية مي؟ ما رصيتهم بس غسلتهم ونقعتهم ثلاث أيام. نعم أضل وما جرحتيهم؟ لا لا. وشو عفيت على حسابي كأتي؟ لا جربت لأنه قبل بسنة وزبطوا ضلوا لا سعبوا سعبوا قبل بسنة شوي مستويين أكتر. في يلا بكتولي بالك بيمشي حالهم بس بكتولي بالك شوي بعد أوكي بيرجعوا بيمشي حالهم بس عادة نسبح لازم نجرح شوي صغيرة بالسكين لا يمشي حاله هلا سعبوا قبل بسنة إنه كانوا ترايا نعم مشى حاله مشان هاي شكرا كثير شيف أنطوان تكرمي عيونك تكرمي عيونك شكرا تكرمي كمان ناخذ اتصال الو شيف أنطوان نعم الله معك كيفك الله يحفظك يا اهلا وسهلا فيكي ليلى السوقي من علي عم تحكي لك تحياتنا لك ولكل اهل علي والجبل دايما بحضر حلقاتك انا كثير كثير مبسوطه انا جاي من فنزويلا نعم وبنبسط كثير بشوف كيف عم تعمل الاكل الطيب يسلموا دياتك تسلمي تسلمي انت لانك ست مزوقه بتعرفي بهالاصول حياتي مو المعروف بدي اسالك كيف بتنعمل يخنه اللفت لبنه اللفت يخنه اللفت اوه هيدي شفتي انتو لانكم فنزويلا بتستعملوها هاي كتير طيبة يخنة اللفت في منها بالزيت في منها بالزيت وفي منها باللحمة في منها بالدجاج مول معروف فسر لي اياها مول معروف انت عشو بدك اياها بالزيت او باللحم او عالدجاج مثل ما بدك بس فسر لي لحم او زيت مثل ما بدك يلا تكرم عيونك الله يكرمك انا شايفتك على التلفزيون يلا تكرمي بخاطر عيونك يلا شيل عيون يخنة اللفت هي من اليخنات الشتوية الطيبة بنسويها على الشكل التالي وهيدي آخر حبة أول شيء منقلي بصل بشوية زبدة أو سمنة مثل ما بدنا يرجع وراها أربع خمس حصوص ثوم من بعد ما نحط الثوم عليها منحط فق منا اللحمة المقطعة راس عصفور شو نص كيلو أو 400 جرام أو كل شخص قد ما بده يعني عم نقول لخمسة أشخاص نرجع منضيف باقة كزبرة خضرة ضلوع والورق هديك اللي ضلوع وورق وهي نتفت حليب واخر طبقة تانية نرجع منقطع اللفت اللي بكون مغسل منشيل بس منه شوي من الراس والكعب ما منقشره منخلي القشر فيه بيغذي اكتر نرجع منقطعه مربعات مثل مربعات البطاطا ضيفه منخلي اللحم تستوي نص استوى نص نضج يعني لنفترض لحم غنم تغلي نص ساعة لنفترض لحم غنم عفوا بقر ساعة وربع وبنرجع اللفت المقطع منضيفه لقلهم منتركها مع بعضها تغلي ترجع عالنار نص ساعة مندوب ملعقة طحين مع نص ملعقة رب البندورة ملح بار أسود حلو شوية قرفة ناعمة ضيفهم عليهم خليها تختر شوي الصلصة بعمل حد منها رز مفلفل ومنقلكم ألف صحتين شايفين هاو كلهم خلصوا وحليب منحط على الطلب هاودي نضاف نستعملهم بغير شيء هاي القشطة كلها خلصت وأنا هون حطيت 13 ورقة والبركة شو ورقة كتير انخزقت نستعملها بنذكركم انه هالبرنامج هو برعاية يماما هالاصناف الطيبة يلي متوفرة عنده لحتى في ارز عنده من اليماما كتير طيب البسمتي الموجود معنا كمان في عنا الباستا يلي مستعملها مع المعكروني واي نوع من الباستا عنا كمان ما ننسى البيتزا صلصة البيتزا
لا بتتعذبوا ولا بتحتاروا. بتعجنوا طحين من طحين اليمامة، حطوا معه شقفة زبدة أو زيت، شوية خميرة، نتفة ملح، تفركون مع بعضهم، شوية ماي، بنعمل العجينة ندهنها. بتجيبوا صلصة البيتزا من يمامة تحطوها عليها، تحطوا يا إما جامبون عادي يعني بقري، أو منستعمل مرتديلا، أو منستعمل أي نوع من الأصناف يلي أنتو بدكن إياها. فينا نحطها حشوات لإلهم مع جبنة مبروشة على الوجه، مع زيتون أسود ورشة حبق أو حبق أخضر على الوجه، رشة زيت زيتون على الوجه، وبيطلع عنا أطيب بيتزا مع يمامة. كمان بالإضافة لهودي ما ننسى خلي البلسميك يلي كتير مميز مع يمامة ودبس الرمان بهالشهر الفضيل، يلي كتير من أنواع فينا نستعمله معهم، كمان فينا نستعمله مع الفتوش كمان كتير كتير طيب. لا أنا بالعرض بالعرض بس بدنا نحط هول ايه بس بالعرض هيك يلا شوف حط اللي هول اذا بدك على ذوقك يلا كلاش طيب انه ينعمل طازه. ومثل ما قلنا كل مكان كل مكان للكلاش الزيت نظيف، كل ما اعطانا نوعيه جيده. نرجع هالكلاش صار خالص، فينا نحط عليه قطر بالاول قليل من القطر، نستعمل عليه قطر بارد. وبيرجع كل شخص بحط قد ما بده زيادة، نحن نحط المعدل الخفيف منه كتير قطر، لأنه في ناس ما بتحب كتير، واللي بده أكتر أكيد هودي بينضافوا بيتقدموا معه. هلأ منزين زينة كتير ناعمة من زهر الليمون. برجع بقول هالزهر الليمون منه للشبع، منحطه فقط ورقتين ثلاثة بس ليعطيني منظر كتير حلو ومميز للكلاج، عشان هيك بيحمل كمان اسمه كلاج رمضان. هلا هاي بارة خفيفة بالأول، نزيد لها شوي شايفين الزينة. كل ما كانت الزينة ناعمة كل ما حصلت على منظر أحلى. نرجع فستق الحلبي كمان كتير قليل، لأنه هني مش هني رح يطعموا هني الطعم يلي هو بقلب الكلاج الحشوي والعجينة والقلي، هن اللي يحيعطوا الطعمة الطيبة. هوري فقط للمنظر. بهالوقت ست هدى عم تسكب جوانح الدجاج مع الأرز، شايفين شو حلو طالع هالجات. هالكلاج خالص وهيدا القطر حد منه يلي بحب زيادة قطر. أما المزهر والمورد من يمامة كتير بنعطيها نكهة طيبة، وفي يضيف علي المزهر على القطر البارد، ما تخافوا ما بيأثر بالعكس أحلى، ما بدي إياه يغلي أنا.
وبنستعملهم معه. هاو الجوانح بينسكبوا على حشوة الأرز يلي معمول جوانح مع الأرز. هلأ أنا شو بدي أعمل؟ شوفوا شو بنعمل. وقت منقلكن إنه هذا الزيت ما بينكب، يعني مزبوط ما بينكب، منشيل شوي من هالزيت ولا الست هدى بقى تسكب الشوربة. هدي الفوت هاي شوربة الأرنبيط، بتشهي ملحتها كيف؟ على مسؤوليتك وبدها شوي. أنا لا حطيت ملح. حطيت يا هالشوربه بتنسكب هون. شوف شو بدي اعمل انا، بنحط شويه زيت، قلنا هاي الزيت يستعمل نضيف. هلا نحن سوينا فيه شو؟ الكلاش. فينا نستعمله لاي شيء، فينا نقلي فيه معكرون، فينا نقلي فيه مشبك، عويمات، سمبوسك، كبه قراص، بس اذا قلينا الكبه خلص. فينا نقلي فيه سمك، نقلي السمك خلص، بس هلا بعده زيت نظيف ومقلي فيه مره واحده. هلا بنحط بالاول اللوز، بده وقت اكثر شوي من الكاجو، خليها تحمى. شفتوا قديش حطيت زيت؟ قليل. بس يبلشوا يتقلوا، بس يبلش شئن بدي ياخد كتفة صغيرة لهون، دغري بضيف الكاجو لأنه الكاجو وقته حساس أكتر من اللوز. ولو كان في صنوبر آخر شي لياخد شعار خفيف اللوز، ساعتها بحط الصنوبر، يعني في تسلسل. عم يتقلوا بعد معنا وقت؟ 5 دقايق. يا بدك شيء؟ اوكي شايف، بدنا رسالة الاستروغانوف على لحم او دجاج؟ دجاج. على اي لحم؟ بطل فينا لحم كثير. ايه مش بطل جيش. فينا ما بقى فيه، مش عم يتلاقى. هلا اللوز بلش ياخد نتف صغيره لهون شن اخذ، ساعتها بحط الكاجو. هلا اللي ما بيعرف بيساوي اللوز، بصفيه بحطه او بحطه بوعي، بيرجع بحط الزيتات زيتون، بحط الكاجو وبيعمله. اوكي شيف الاستروغانوف، يلا حسكبهم على وجهه وتكرم عيونك، ناخذ المقادير ونشرح لك احلى استروغانوف.
من بعد ما شفنا المقادير وانه هالبرنامج سبونسر برعاية يمامة هالاصناف الطيبة اللي عم نشتغل فيها، ست هدى اللوز والكاجو يلي صار لونهم اشقر بنحطهم على الوجه، كمان قلنا فينا نستعمل فستق سوداني ما في اي مشكلة كمان بالعملية. انا اليوم ليش استعملت نوعين؟ يعني اشياء بيكون عنا اياها اوقات بكون زيد شوي جوز او شوي لوز او شوي كاجو، جوز ما بيروح معه ساعتها بيروح معه اللوز والكاجو، استعملناهم لللوز والكاجو على طبقنا بهالافطار الحلو يلي فعلا كتير كتير مميز. اما الاستروغانوف الدجاج على السريع، منجيب سطورة الدجاج لنفترض نص كيلو، منقطعها شرحات مثل الاصابع مثل الاصبع، منلطها بالطحين منقلبها شوي، منقلي بصلة مع شقفة زبدة او ملعقة سمنة، منحركها على النار بستحمى حصين توم، برجع بضيف لها قطع دجاج على نار قوية بقلبهم ليتقلى الدجاج مزبوط، برجع بضيف لهم ملعقة رب البندورة، فطر طازة، بابريكا حلوة، شو ملعقة ونص ملعقتين تاخد بابريكا حلوة، بدو حار بحط نتف صغيرة حار، بعدين مية دجاج أو مية عادية، فطر إلنا نضفنا مقطع، نتركهم على النار حوالي 20 دقيقة يغلوا على نار خفيفة، ملح وبهار أبيض، بيطلع عندك أحلى استروغانوف. منيح مع شو بدك تقدميها، بطاطا او رز او نوري او معكرونه؟ ست هدى ميرسي على معاونتك على الطبق الرمضاني الحلو يلي سويناه انا وياكي، سوينا لقلون شوربه النبيط وفعلا على مسؤوليتي سووها، يلي استعملنا بداخلها البصل والكرات والثوم يلي بيعطوا نكهه كتير مميزه، وبعدين النبيط وسويناها بهالشكل كتير الحلو، سوينا جوانح دجاج مع الارز وسوينا كلاج رمضان. هالبرنامج هو برعاية يمامة، منشوفكن على راد بخير على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام، ونقلكم باي باي أنا والست هدى.